يقدم اليوم حزب تقدم الاشتراكية برنامجه الوطني. هذا البرنامج الوطني اللي هو نتاج ديال استشارة داخلية، نتاج ديال تفكير سياق بعد كل ما أنتجناه منذ سنوات، وخاصة في الشهور الأخيرة أثناء أزمة الكوفيد. هو كذلك انفتاح بشكل تشاركي وتفاعلي على عدد من الطاقات والقدرات الخارجية. هو كذلك يكرس هذا العمق التاريخي، العمق الفكري للحزب التقدم الاشتراكي. وعلى هذا الأساس ونحن نناقش نموذج التنموي الجديد، جئنا لنقول بأنه هناك ثلاثة ديال محاور أساسية. المحور الأول هو كيف نضع الإنسان فعلا في قلب المسلسل التنموي، ونستثمر في تعليمه، في صحته، في تغطيته الاجتماعية، في المرأة ودورها، في الشباب كيف يمكن أن ندفع بذلك باقتراحات كما قلت من موسى. الجانب الاقتصادي المرتبط بدور الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، دعم الاستثمار العمومي، ودعم كذلك قطاع خصوصي اللي يلعب دوره واللي يطور فضاءات جديدة في التصنيع، في الرقمنة، في غير ذلك من القطاعات، في البيئة اللي يمكن نحمله بها الاقتصاد الوطني ويكون قادر أنه ينتج الخيرات بشكل كافٍ. وعندنا اقتراحات من موسى على هذا المستوى كذلك. وأخيرا السياسي، لا يمكن أن ننسى السياسي والديمقراطي، لأن دون سياسي، دون ديمقراطي، دون مؤسسات، دون أحزاب، دون حريات، ما يمكنش أبدا أي نموذج تنموي يستقبل. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.